السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في كل مكان. موضوع حلقتنا النهاردة عن كيفية حماية كيزان لقح النخل. النخل البلح أو أي نخل عامة، هي اللي قدامنا نخل بلح. طبعا معروف إن النحل بيحب الزان، بيحب اللقح النخل عشان بياخد منه حبوب اللقاح. فاحنا دلوقتي قدامنا طريقة كويسة عشان نحمي الكيزان من النحل، عشان جودة المحصول تبقى كويسة معانا وما بقاش في اي ضرر على الكوز، وبرضو بنحميه من الشتاء. احنا كلنا عارفين ان النخل بيبدأ يطلع كيزان في نهاية فصل الشتاء وبداية الصيف، ممكن في أي وقت نبص نلاقي الجو مطر معانا. فدلوقتي زي ما حضراتكم شايفين كده، احنا مغطيين الكيزان بورق. الورق ده بعد ما لقحناه بنغطيه بالكيس زي ما حضراتكم شايفين كده. ده يعتبر أفضل وأسهل وأقل طريقة في التكلفة زي ما حضراتكم شايفين. الصورة قدام حضراتكم، نروح على نموذج تاني. ده نخل برحي تاني سنة له في الانتاج، ما شاء الله. لا لسه ما فيش انتاج لها. ده الكيزان موجودة قدام حضراتكم اهو، بس لسه مفتحتش. اول ما تبتدي تفتح على طول بنلقحها ونغطها بكيزان، نغطها بورق زي ما حضراتكم شايفين. هو لسه في بداية تفتيح الكيزان او ظهور الكوز في قلب النخلة، فبالتالي مش كل النخل مطلع كيزان معانا. الأرض تخميس مانجا على نخل برحي. من أفضل الزراعات اللي ممكن تستفيد منها إنك تخمس مانجا على نخل برحي، خصوصا لو مانجا من اللي هي الأجنبي الزهرة اليومين دول، تصدير اللي بتستخدمها في تصدير. دي أرطو ما شاء الله، النخل المانجا مثمرة معانا السنة دي كويس، ربنا يبارك. ده فتح، أول ما فتح غطيناه بورق حفاظا عليه. ده نفس الكلام قدام حضراتكم. لو في اي سؤال ممكن تسألوه في الكومنتات تحت، وانا ان شاء الله هجاوب على حضراتكم. لو في اي استفسار او اي حاجة عن اي حاجة موجود مع حضراتكم. شكرا.